العربيه بتنبذ القوميه و الى اخره، انما هي لم تتخلى اطلاقا عن قوميتها يعني. ومن هنا بقى فكره الفارسيه والاشياء يعني الخاصه بمساله القومية الفارسية يعني. يعني هي استطاعت أن تعمل مزيجا غريبا بين المحافظة على الدين والمحافظة على القومية في آن ما. المتغير الرابع والأخير في هذه المدخلات التي أحدثتها الثورات العربية هي حالة الفوضى، الفوضى العارمة الضاربة بأصنابها في مختلف الدول العربية، تدفقات للسلاح، فتح للحدود، سيولة في هذه الحدود، تدخلات من قوى مختلفة. مثل هذه الحالة تصبح مثالية للأطراف الراغبة في إحداث تأثير. يعني كلنا بنسمع على السلاح اللي جاي من ليبيا، كلنا بنسمع على انه حدث بالنسبه لمصر يعني تسرب او دخول مقاومين من حماس، سمعنا عن الجاسوس الايراني سواء حق او باطل. يعني ما اريد ان اقوله انه في حاله هذه الفوضى لابد ان تستخدمها او تستفيد منها القوى الراغبه في التاثير، لا افضل مناخ من هذا. يعني على سبيل المثال في اثناء الانتخابات الدوله الثانيه الانتخابات الرئاسيه اظن في مصر يعني قبض على احد المنتمين لتنظيم الاخوان اظن من الاردن يمكن، وكان واقف ميدان التحرير كان بيدعو الى التصويت للدكتور محمد مرسي. يعني فما اريد ان اقوله انه هذا المناخ او هذه البيئه صالحه تماما لاستثمارها من اجل تحقيق نفوذ للقوى الراغبه في ذلك. يبقى دي المتغيرات الاربعه المهمه اللي بتخلي ايران، اللي خلينا اقول انه ايران ستكون عنصر من عناصر عدم الاستقرار. طب ايه مظاهر بقى عدم الاستقرار؟ واحد، عوده خطاب تصدير الثوره. يعني ايران عادت مجددا الى الحديث عن تصدير الثوره منذ مطلع شهر شباط فبراير 2011، ولم تكن الثوره المصريه قد وضعت اوزارها بعد. ابتدت تصريحات رسميه مختلفه على لسان محمود احمدي نجاد وعلى لسان ايت الله علي خامنئي وعلى السنه مسؤولين ايرانيين عديدين انه الثورتين المصريه والتونسيه استلهمتا روح الثوره الايرانيه، وهذا معناه تصدير الثوره الايرانيه، انه احنا صدرتها لنا باللاوعي. يعني احنا اختزلنا التجربه الايرانيه في داخلنا حتى حانت اللحظه المناسبه ثم قمنا بهذا. وهذا في حينه طبعا استدعى استنكار مختلف القوى السياسيه سواء في مصر او في ايران. كون ان الثوره اتخذت مسار اخر فهذا له علاقه بتوازنات القوى وملوش علاقه بالنموذج الايراني، لكن ده كان هو التصور. وبالمناسبه فكره تصدير الثوره دي لم تاتي فقط من قبل المسؤولين الرسميين في ايران، لكن حتى جاءت ايضا على السنه اقطاب المعارضه، مير حسين موسوي وغيره ابتدوا يقولوا ايه؟ ابتدوا يقولوا انه لا شك، لغه الجزم، لا شك ان الثورات التي اندلعت في مصر وتونس قد استلهمت الثورة الخضراء أو الانتفاضة الخضراء التي اندلعت في إيران في حزيران 2009. يعني احنا طول الوقت عمالين ايه؟ نخزن الثورات الإيرانية سواء في 79 أو في 2009، عمالين شايلينها جوانا كده لغاية لما حانت اللحظة ونضجت الظروف فروحنا قايمين بالثورة. طوال بقى الفترة لم تكن في إيران عن مسألة تصدير الثورة، فكرة إنه مصر وتونس والدول العربية على خطى الثورة الإسلامية، إنه آن الأوان أو خلاص حان قطاف المشروع الإسلامي. حد من كم أسبوع كده لما أيام مش أسابيع لما فاز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية خلاص مصر وصلت إلى المرحلة النهائية لانتصار المشروع الإسلامي. يعني هي عندها مؤشرات بتقول كده، الله أعلم هي منين. لكن ما أريد أن أقوله هي محاولة يعني ادعاء أنه هذه الثورات العربية هي وليدة أو هي نتاج الثورة الإيرانية. ده أول. أنا خلصت؟
مفروض انا اتجوزت انا لا انا اتجوزت 10 مستمعين جيدين لا تؤثروا على الاستقرار السياسي. النقطة الأخرى، المؤشر الآخر على إيران ستصبح عنصر من عناصر عدم الاستقرار، التصعيد غير المسبوق في العلاقة مع دول الجوار، جوار إيران يعني مع دول الخليج، وده رفضا لفكرة إجهاض الحراك الشعبي في البحرين، ثم لاحقا فكرة الوحدة السعودية البحرينية أو بين دول الخليج بشكل عام. يعني لما نلاقي انه من 71 ل 2011 لم يقم رئيس جمهورية بزيارة جزيرة ابو موسى، ويجي إذ فجأة محمود احمدي نجاد يزور، دي لازم نحط عليها كوباية دي لازم نحط عليها تحتها خط. لما نلاقي تصريح ناري من نوع انه جزيرة ابو موسى، ومش بس ابو موسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى، هم الثلاثة يبقوا محافظة ايرانية ويسموا اقليم فارس، يعني شيء يعني لا مش لا ينبغي ان يمر هكذا. التهديد باغلاق مضيق هرمز، بقى يعني العصبية الشديدة في التعامل مع مسمى الخليج، انا رايي ان هو لا عربي ولا فارسي، هو امريكي يعني، انما العصبيه الشديده في التعامل مع مسمى الخليج، انه هذا الخليج فارسي، يعني اشياء يعني تصعيد غير مفهوم. التشنج الشديد في مواجهه الوحده، المشروع الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، يعني منطقيا ايران التي دائما تدين الدول، التي تعلق على مظاهرات المعارضه، التي تعلق على مثلا احتجاز مير حسين مساوي او وضعه تحت الاقامه الجبريه، وهذا تدخل في الشؤون الداخليه الايرانيه، هي لا تتورع او لا تكف عن انتقاد اشياء لا شان لها بها. ما شأن إيران باتحاد دول مجلس التعاون الخليجي؟ شيء في منتهى الغرابة، يعني شو لا ما هو ما شأنها من لا ما هو طبعا هي مستهدفة، بس ما شأنها يعني هي كدولة لا تملك السيطرة ولا تملك توجيه هذه الدول، يعني هذا شأن عربي بامتياز، هي مدارة منه السياسة، لا شأن خليجي، الخليج ليس إيرانيا هنا وليس عربيا، هو خليج مشترك، وبوسع هذه الدول أن تشكل اتحادا كما ترى، وبوسع إيران أيضا أن تشكل اتحاد مع تركيا مع أي دولة كما ترى، إنما ليس لها أن تحجر على حق دول مجلس التعاون في أن توثق علاقتها. فأنا بعتبر أن هذا تصعيد غير مبرر. ثالث حاجة بقى فكرة العزف على مسألة البعد المذهبي، يعني انه ما جرى في البحرين هو اضطهاد للشيعة، وانه الشيعة كذا وانه كذا، يعني فكرة انه المعارضة في البحرين قوامها شيعي ده شيء، وفكرة انه المسألة مذهبية محض ده شيء آخر. التركيز على هذا المذهب، على هذا الأمر أو هذه المسألة، أنا لا أتوقف كثيرا عند الدعوة التشييع يعني أشياء التي تقال من هذا القبيل، وبالذات حينما تقال في شأن دولة زي مصر إنه إحنا سني المذهب شيعي الهوى، وده معروف يعني قلوبنا معلقة بآل البيت. لكن عندما يصدر تصريح من شيخ الأزهر يتحفظ على محاولات التشيع في إيران، يعني الإيراني في مصر، ففي الحقيقة ده يدعو للتوقف. يعني أصل لو بدأت مسألة محاولة التسنن بقى، لا ما أنا عايز أقول التسنين، مش عايز أقول التسنين، يعني محاولة تصدير المذهب السني، وعلى الجانب الآخر محاولة تصدير المذهب الشيعي بين الدول الإسلامية، فهذا يفتح بابا لن يغلق قط. فلنبقي على حبنا لآل البيت
والنقي على هذه العلاقة الروحية التي ليست هي من صنع إيران ولا من صنع الثورة الإسلامية. أنا شخصيا كتبت كتابي في السيدة نفيسة يعني. وإيران لسه ما كانتش موجودة كدولة إسلامية يعني. فاللي عايز أقوله إذن لا، هي بتعزف على هذا الوطن وشايفة أنه في الفوضى اللي إحنا بنتكلم عليها ده يعني فرصة أو يعني مجال من أجل تصدير المذهب بقى، مش بس تصدير الثورة، لا تصدير